الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم النعم، وأن يدفع عنكم النقم، وأن يرفع لكم الدرجات، وأن يعلي لكم المنازل، وأن يجعلكم على خير حال وأفضل منهاج وطريق. وبعد، لعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ تفسير عدد من آيات كتاب الله جل وعلا، ليكون ذلك من أسباب رضا الله عنا، ونواصل قراءة آيات من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم، ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات
حال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عذبهم أهل مكة حتى أظهروا الكفر بألسنتهم مع كون قلوبهم كانت مطمئنة بالإيمان. وقد نزلت هذه الحادثة في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن المشركين من أهل مكة كانوا يعذبون المستضعفين وكانوا يسومونهم بأنواع العذاب، ومن هنا كان من شأن أهل الإيمان أن يتحملوا ما جاءهم من أنواع العذاب رغبة فيما عند الله عز وجل، حتى أنه تجاوز العذاب بهم إلى أن وصلوا إلى درجة لا يستطيعون معها الصبر، حتى نطق بعضهم بكلمة الكفر بألسنتهم مع كون قلوبهم مطمئنة. فلما وقع ذلك سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما نطقوا به، فنزلت هذه الآيات. ولذا اتفق العلماء على أنه يجوز للإنسان أن يبقي مهجته، ويجوز له أن يبقى على إيمان في قلبه مع نطق بلسانه لما يتوافق مع هؤلاء، كما كان من شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا حالان: حال عمار التي أشارت لها الآيات، وحال بلال رضي الله عنه. فإن بلالا كانوا يسومونه بأنواع العذاب، بل كانوا يضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر، ويأمرونه أن يشرك بالله وأن يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأبى عليهم ويقول أحد أحد، وكان يقول: لو أعلم أن كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، رضي الله عنه. وهكذا ذكر العلماء من شأن صحابة رسول الله حال حبيب بن زيد الأنصاري، فإنه لما أخذه مسيلمة وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فلم يزل يقطعه عضوا عضوا وهو ثابت على ذلك. ومن هنا يعلم الإنسان معنى هذه الآية في ذكر حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد أشار الله تعالى إلى حال ثالث وحال رابع. أما الثالث فحال من استجاب لما تعرض له من الفتنة لكنه تاب بعد ذلك، فقد قال في الآيات التي بعدها: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وأما الحال الرابع فحال أولئك الذين شرحوا بالكفر صدرا وبقوا على الضلالة، وهؤلاء حكم بأن عليهم الغضب من الله ولهم العذاب العظيم. ولذا قال: من كفر بالله، أي أن الذين يفترون الكذب
هم أولئك الذين كفروا بالله وليسوا أهل الإيمان، أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم، فهؤلاء من أعظم الناس كفرا، فإنهم عرفوا الإيمان وعرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صحة ما في هذا الدين وعرفوا شعائره وشرائعه، ثم بعد ذلك استحوذ عليهم الشيطان فكان منهم ترك هذا الدين. ولذا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه. ثم قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الطمأنينة سكون الحال واستقرار القلب، وقد تكون في القلب كما هنا في قوله وقلبه مطمئن، وقد تكون في الحال العام كما في قوله قرية كانت آمنة مطمئنة. ثم قال: ولكن إلا من أكره، فإلا أداة استثناء، معناها أن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يدخل في العذاب الآتي، ولا يكون من أولئك الذين افتروا على الله الكذب. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا. شرح الشيء انفتاحه واتساعه، ولذا يقال لمن مزق كتابا شرحه، بمعنى أنه فصل بعض أجزائه عن بعضها الآخر. ولذا قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، بمعنى أن جعلناه متسعا ليس بضيق. وهكذا في قوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي أخذه بطمأنينة وبرغبة وبإقبال، إما لأمر الدنيا فارتد من أجل أن ينال شيئا من أمور الدنيا، أو خوفا من نزول عقاب أهل الدنيا به. قال: فعليهم غضب، أي أن الله جل وعلا يغضب على أولئك الذين شرحوا بالكفر صدرا، ولهم عذاب عظيم، أي شديد كبير. ثم ذكر العلة في هذا، فقال: ذلك بأنهم استحبوا، أي رغبوا وأحبوا وطلبوا محبة الحياة الدنيا على الآخرة. فقوله استحبوا يعني أنهم طلبوا المحبة، فالألف والسين والتاء للطلب، وذلك أنهم قدموا أمور الدنيا، سواء قدموها على سبيل الرغبة كمن يأخذ شيئا من أمور الدنيا من أجل أن ينال حظا دنيويا بترك هذا الدين، أو أراد أن يسلم من عقوبة أهل الدنيا، وحينئذ قدم الدنيا على الآخرة. وهؤلاء لا يخرجون عن قدر الله، فالله جل وعلا هو الذي قدر لهم الضلال، وهو الذي قدر لهم عدم انشراح الصدر بالإسلام وانشراحه بالكفر. ولكن هذا التقدير ناتج عن أفعال من أفعالهم وتصرفات عائدة إليهم، ولذا قال: وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر الله جل وعلا أن من كان كذلك فإنه يطبع على قلبه، وبالتالي يظن أن ما عليه، أن ما هو عليه من حال سيئة أمور مقبولة معقولة، ويظن أن العقل فيما يضاد العقل من حاله، ويظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، أعرض عن الله جل وعلا فلم يعد يرى الحق حقا، ولم يعد يرى الباطل باطلا،
وإنما يزين له في باطل فيقدم عليه، ويكره له الحق والهدى فيعرض عنه. ولذا فإن كثيرا ممن يتبعون أهواءهم يظنون أنهم على شيء، ويظنون أنهم ينالون الدنيا، وما يعلمون أنهم يضيعون الدنيا والآخرة. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم تعد تميز بين الحق والباطل وسمعهم، وبالتالي لا يفكرون فيما يتلى عليهم، وهكذا أيضا طبع الله على أبصارهم، فإنهم مع ما يشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الآيات لا تؤثر عليهم. لما؟ لأنهم غفلوا عن الأمور العظيمة التي ينبغي بهم أن يفكروا فيها. فإن من أعظم ما يفكر فيه أن يفكر الإنسان من الذي أوجده، ولماذا أوجده، وما هي العاقبة التي ستكون له. فهذه الأسئلة الثلاثة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن كل عاقل، لكن من غفل عنها فإنه حينئذ يطبع على قلبه وسمعه وبصره. ثم قال: لا جرم، أي أن الحق الذي لا شك فيه أنهم سيأتون يوم القيامة خاسرين غير رابحين ولا فائزين. قال تعالى: ثم، لأنه ذكر الردة التي تكون في من كفر بعد إيمانه، فذكر من شرح بالكفر صدرا، وذكر من أكره وقلبه مطمئن، وذكر هنا من ارتد وفتن لكنه بعد ذلك تاب وعاد إلى الله. فقال: ثم إن ربك، وفي استعمال لفظ الرب إشارة إلى تفضل الله على العبد بنعمة الهداية. ثم إن ربك للذين هاجروا، هجروا معاصي الله وهاجروا من محل الكفر إلى محل الإسلام، من بعد ما فتنوا، أي زاغت قلوبهم وارتدوا عن دينهم، ثم جاهدوا، أي بذلوا من نفوسهم ومن أموالهم في سبيل الله تعالى، وصبروا، أي تحملوا الأذى في سبيل ذلك، إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي يتجاوز الله جل وعلا عنها. وقد نزلت هذه الآية أصالة في أناس من أهل مكة آمنوا وعرفوا صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعرضوا لشيء من الأذى تركوا دين الله وكذبوا رسول الله، فكان هذا من أسباب كونهم قد فتنوا، إلا أن الله امتن عليهم بالهداية بعد ذلك فعادوا إلى دين الله، ومن هنا رجعوا إلى دين الله وطلبوا العفو من الله وهاجروا في سبيل الله. ثم ذكر الله جل وعلا بالعذاب الشديد في يوم القيامة، فإنه لما قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ذكر بصفات تلك ذلك اليوم، فقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي في يوم القيامة كل فرد مشغول بنفسه، لا يوجد محامون ولا مدافعون عن الشخص، وإنما يتكلم الإنسان عن نفسه فقط،
فكل منهم يقول نفسي نفسي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فقط. وقد ورد أن الله هو الذي يتولى حسابهم ومناقشتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال تعالى وتوفى كل نفس ما عملت، أي أن الله يجازي العباد على وفق ما عملوه من الأعمال وهم لا يظلمون، أي لا يؤخذ من حسناتهم بل يجازون عليها، ولا يؤخذ من سيئات غيرهم فتطرح عليهم، وذلك من عظيم عدل الله جل وعلا. فأهل الإيمان يجازيهم الله بحسناتهم في الآخرة ويتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق الذي وعدهم الله، وأهل الكفر يجازون بحسناتهم في الدنيا، فإذا أفضوا يوم القيامة لم يكن معهم حسنات فطرحت عليهم سيئاتهم وطرحوا في نار جهنم أعاذكم الله منها. ولئن كانت الآيات السابقة في أهل مكة ابتداء فهم سبب نزولها، إلا أن لفظها عام فهو يشمل ما لا يتناهى من الحوادث والوقائع إلى قيام الساعة. ثم قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، لما ضرب الله تعالى الأمثال لحال المشركين وأنهم بمثابة من يعبد ذلك الأبكم الذي لا يقدر على شيء والذي إذا وجهه مولاه على شيء لم يأتي بخير، ضرب الله مثلا للناس وبين أنه وإن جوزي بعض الناس بعمله في الدنيا إلا أنه ينبغي به أن يحذر من عقوبات الله تعالى، فإن الله يمهل ولكنه لا يهمل. فضرب الله مثلا قرية، وفي هذا بيان أنه مهما كبرت محال الناس إلا أنها صغيرة بالنسبة لعظمة الله وقدرته، ولذا تجد في عبارات الناس اليوم وفي كلامهم أصبحت الدنيا قرية واحدة. ومن هنا فإن كلمة القرية لا يراد بها تقليلها أو تصغيرها، وإنما المراد بيان أنها مهما كبرت فهي لا تعظم ولا تكبر ولا تستطيع أن تخرج عن قدر الله وأمره. قال كانت آمنة، كانت في الأصل تستعمل لما مضى، كانت آمنة أي لا خوف فيها ولا يخاف الناس، وإنما هم مطمئنون مرتاحون، ولذا قال مطمئنة أي لا يحذرون من شيء من الأمور التي تكدرهم. وذكر من صفتها أنه يأتيها رزقها رغدا، أي أنه قد وفر لها جميع أنواع الأرزاق التي يحتاجون إليها، ورغدا أي متتابعا كثيرا.
وهذا الرزق الذي يأتيها يأتيها من كل مكان وكل هنا للعموم، لكنها كفرت بأنعم الله فجحدت، بحيث أنها صرفت هذه النعم في عبودية غير الله، وصرفت هذه النعم في معصية الله تعالى، فكفرت بأنعم الله. فكان ذلك من أسباب نزول العقاب الشديد بها، فقال: فأذاقهم فيها لباس الجوع والخوف، فلم يعودوا يجدون ما يأكلونه ويسد رمقهم، ولم يصبح من حالهم الطمأنينة، وإنما هم خائفون. وانظر كيف استعمل هاتين الكلمتين الدالة على قلة هذا العذاب بالنسبة لقدرة الله، مع أنها بالنسبة لهم شنيعة عظيمة. ولذا قال: فأذاقها، والذوق الشيء اليسير الذي لا يدخل في الجوف، وقال لباس، واللباس خارج البدن، مما يدلك على أن هذا العذاب الشديد الذي نزل بهم إنما هو أمر يسير بالنسبة لقدرة الله تعالى. ولذا قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني أن هذه العقوبات الدنيوية التي جاءتهم جاءتهم نتيجة فعلهم. وانظر كيف استخدم الفعل المضارع الذي يعني الاستمرار والدوام، فهم على كفرهم بأنعم الله مستمرون. ولذا قال: بما كانوا يصنعون، والباء هنا باء الجزاء، وتتضمن معنى السببية. ثم ذكر جل وعلا بأن هذا العذاب ما نزل بهم إلا بعد أن وصل إليهم الحق، فإن الله لا يعذب أحداً حتى يصل إليه الحق والعلم فيعرض عنه. ولذا قال: ولقد جاءهم، أي أتاهم ووصل إليهم رسول منهم، رسول أرسله الله وبوحي من عنده، وهو واحد منهم، يعرفون صدقه ويعرفون مدخله ومخرجه، فكذبوه، أي لم يستجيبوا له ونسبوه إلى الكذب على الله تعالى، فكان هذا من أسباب نزول العذاب بهم. ولذا قال: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وانظر كيف استخدم في هذا لفظ الفاء الدال على التعقيب وأنه يأتيهم سريعا، ولذا قال: فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فهذه آيات عظيمة فيها عدد من الأحكام والحكم، فمن ذلك التشنيع على من كفر بعد إيمانه، وبيان تتابع عقوبات الله عليه من كونه يطبع على قلبه وسمعه وبصره، ومن كونه غافلا، ومن كونه يكون خاسرا يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن من أكره على الكفر فتلفظ به بلسانه مع طمأنينة قلبه أنه لا يلحقه حرج في ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إن عادوا فعد. وفي هذه الآيات
أن العقوبات التي تنزل بالعبد سواء كانت دنيوية أو أخروية هي بسبب فعله هو وبسبب ما أقدم عليه. وفي قوله من كفر من بعد إيمانه دليل على أن الإنسان قد يكفر في وقت ثم يؤمن في وقت، وقد يؤمن ثم يكفر. وليس وصف الإنسان بالإيمان والكفر وصفا واحدا، وقد جاء في ذلك آيات كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وإذن من دلالة هذه الآية أن الإنسان قد يكفر بعد إيمانه كما أنه قد يؤمن بعد كفره، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهناك طائفة قالت الإيمان إنما يحكم على الشخص به عند وفاته، فمن كان يقاتل الإسلام وكان مستمرا على الكفر وكان منه الأفعال الشنيعة ثم آمن آخر وقته علمنا أنه كان مؤمنا من أول وقته، وهذا قول بعض المرجئة وهو قول خاطئ وقول يخالف ظواهر هذه النصوص الدالة على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في زمان كافرا في آخر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي هذه الآيات التحذير من تقديم الدنيا على الآخرة، وينبغي أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الهداية بيد الله تعالى، ولذا يحسن بالإنسان أن يطلب الهداية منه، ولذا يتذكر هذه الآية التي يقرأها اهدنا الصراط المستقيم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن جميع الذنوب يمكن للعبد أن يتوب منها ما دام في الدنيا حتى ولو كان ردة عن دين الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يترك مواطن الفتن وأن لا يعرض نفسه لها خشية من أن يستجيب لها. وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بحيث يكون الإنسان في موطن لا يرغم فيه على ما يخالف دين الله تعالى. وفي هذه الآيات الترغيب في الجهاد في سبيل الله سواء كان جهادا بالنفس أو جهادا بالمال أو جهادا بالكلمة. وفي هذه الآيات ترغيب الناس في الصبر وتحمل الأذى حتى ولو بلغ مبلغا عظيما. وفي هذه الآيات من الفوائد تذكير الإنسان بموقفه يوم القيامة بحيث يذكر أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا. وفي هذه الآيات بيان أن الجزاء عادل في يوم المعاد. وفي هذه الآيات بيان أن العقوبات الإلهية لا تقتصر على العقوبات الأخروية بل قد تكون عقوبات دنيوية. وفي هذه الآيات أن الأمن ورغد العيش
نعم من عند الله عز وجل، وأنه يهبها لمن يشاء من عباده ويسلبها ممن يشاء من عباده. وفي هذه الآيات دلالة على جواز الاتجار في المواد الغذائية، فإنه قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الناس لا ينقلون الأرزاق إلا على جهة التجارة في الغالب، مما يدل على جواز التجارة في الأغذية، ويدل على جواز الأسفار والانتقال من بلد إلى آخر. وفي هذه الآيات أيضا وجوب الاعتراف بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن أمر الأمن والرزق والرغد بيد الله جل وعلا، يهبها لمن يشاء ويسلبها ممن يشاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن العقوبة الدنيوية أو الأخروية لا تنزل بالناس إلا إذا قامت عليهم الحجة وجاءهم من يذكرهم بالله تعالى. وفي هذه الآيات أن من أشنع الذنوب تكذيب الرسل عليهم السلام. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد، وما ذكرته نماذج من تلك الفوائد. أسعدكم الله وبارك الله لكم في جميع أموركم، وأصلح الله أحوالكم، وغفر الله لكم زلاتكم، كما نسأله جل وعلا قلوبا مطمئنة بالإيمان، ونسأله أمنا وارفا ورغد عيش، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من الموفقين في كل أمورنا، وأن ينجينا من لباس الجوع والخوف بفضله وإحسانه، كما نسأله جل وعلا أن يسعد الجميع وأن يبارك فيهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم، كما نسأله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.